يعني اسباني في يعني كل واحد يقول لك زين عندي، لكن انا للامانه كتجربه عندي الفراوله الامريكيه هي افضل شيء. اول شيء من اول ما يبها انا راح اشوف عندي ورد، ما اخلي الورد كل سالس عليه اني اقول والله هذا بيطلع لي، لا لان توه الثمره ما النبته ما طلعت لي انتاج، ما عندها نمو خضري، ما عندها نمو جذري، فهني راح اضطر اني انا اقصها ورقها اللي هي يسمونها ازهار ربيعيه، هذه راح تنشط لي نمو الفراوله وقت الشتاء راح تكون وايد ممتازه. الشيء الثاني تستحمل درجه حراره تحت ال 25، اذا زادت عن كذي راح تقوم توقف النمو عندها، وراح الثمر اذا طلع لي راح يطلع لي ثمر وهو يعني خايس مو زين. افضل درجه حراره للفراوله من 15 الى 20 يعني هذه او 10 يعني تحتاج تحب البرد الفراوله. من اول ما احطها في التربه من اول ما اشتريها راح احتاج عنصرين، العنصر الاول اللي هو الكالسيوم والعنصر الثاني اللي هو النيتروجين. شنو فائده هذا وشنو فائده هذا؟ النيتروجين راح اشوف الاوراق صفراء بغض النظر اذا شفتها ولا ما شفتها، راح اشوف عندي اوراق صفراء تعطيني حاء، اذا شفت الاوراق عندهم صفراء احط لها النيتروجين اللي هو شايفينه هذا. النيتروجين يحتاج احطه في معدلات معطيني اياها منك، ليش شنو فائدته؟ يزيد لي نمو خضري مال النباتات، يزيد لي يحط لي الاوراق تزيد عندي تكاثر نمو خضري. طبعا بدايه الفراوله لازم احتاج ان انا احط لها نيتروجين، النيتروجين هذا راح يزيد لي عدد الاوراق. الشيء الثاني راح احتاج الكالسيوم، الكالسيوم تعطيني احاء النبته مثل ما انتم شايفينها، تعطيني احاء ان تكون الورقه قاعده شوي ساكه على بعض، فائدتها انها تعدل لي الاوراق. والشيء الثاني انها تعطيني نمو جذري، اذا طلع لي كثره الجذور عندها راح تطلع لي اوراق وايد، فهذا راح يفيد الشتله في اول بدايه النمو. بعدين من اول ما طلع مثل ما قلنا لكم تقص الاوراق، تقص الورد وتقوم تحطها وما تخلي عنها الماي نهائيا، الماي ما تخليه عنها، يعني لا تخلي التربة تجف، الفراولة ما تحب الجفر. والتربة اللي تحتاجها تحتاج تربة جيدة في الصف، ذات نسمات طبعا وايد نسمات يمشي فيها الماء، إذا التربة قعدت فيها الماء راح تعفن الجذور مالت الفراولة. والشيء الثالث الثمر إذا طلع لي ما أرشه بماء ولا أمسك بيدي، إذا مسكت بيدي راح يعفس لي شكل الثمرة، فمو زين إن أنا أحطها. في شغلة ممكن تطلع لي إذا أنا زرعت الفراولة اللي يسمونها المدادات، هذه اذا طلعت لي لازم انا اقصها، اذا كان عندي شتله نموها تمام ما يحتاج اني اقصها، بس اذا شفت النبته قليل نموها لازم اقصها، لان هذا يهلك النبته فاحتاج ان انا اقوم اشيلها عنها، او اني انا استفيد منه ان انا اقوم واخذه. طبعا هذه المدادات اللي هي اذا كانت الشتله كبيره فانا احتاج شنو؟ ان انا اقوم احط لها قصيص ثاني في التربه، فراح يطلع لي جذور، اذا انتم شايفين الجذور ولا لا راح يطلع لي جذور واستفيد منها، بعدين راح اقصها. اذا ما كانت النبته كبيره مثل ما قلت لكم لازم اقصها. اذا ثمرت لي الفراوله مثل ما انتم شايفين هذا الثمر، اول شغله لازم ما اقوم انا امسكها، اذا مسكت الثمر ممكن انا اعفس شكلها. إذا اضطريت إن أنا أغيرها من مكان لمكان أقوم أنا أخذ لي أي ورقة ولا أي شيء أقوم أحركها مكان وأغير مكان، هذه إذا اضطريت. إذا ما اضطريت أنطرها لين تصير حمرة وأقصها مثل ما شايفينها. طبعا تنتج لي الفراولة بعد 50 يوم من الزراعة، أغلب أنواع الفراولة بعد 50 يوم من الزراعة تنتج لي طلع لي الثمر. الشغلة الثانية أن الفراولة إذا أنا شفتها من الورد طلع لي الى انها تكون ثمره تحتاج 3 اسابيع، يعني بعد 3 اسابيع انا اقوم اكل من الورده الى الثمره اكل منها الفراوله بعد 3 اسابيع. افات الفراوله، اول افه اللي هي حشره العنكبوت الاحمر الصغيره، هذه دائما تلقاها في الاوراق تلف في الاوراق، طبعا هذه تلف شباكها حول الورقه عشان شنو؟ عشان تصيد الحشرات، لكن هي ما تدري انها قاعد تذبح الورقه نفسها. فعندي من اول ما اشوفها اول شيء ان انا اقوم اقصص الاوراق المو زينه اللي هي حاشه العنكبوت.
الشيء الثاني انا لاحظت انها هي طالعه ورد، وانا قايل لكم انه من اول ما احطها فيها ورد اقص الورد على طول، ما اخليه لانه قاعد يهلك هو، خاصه انه ما فيه الا اربع ورقات. ثاني حشره حشره المن، حشره المن هذه تكون دائما تحت الاوراق بين الاوراق، تقوم تاخذ العصاره الصفراء من النبته، فكل ما تكاثر كل ما تموت النبته زياده. هذه اغلب الحشرات المنتشره في الفراوله. وبعضهم يقول لك والله في بعض الدود، لكن الدود مو كثر المن او العنكبوت، والمكافحه مالت العنكبوت اما انها تكون انتم تقصصون الاوراق اللي هي مو زينه، او ان السعم المبيض من البيت اسويه اللي هو عباره عن بصل وثوم وفلفل، اطحنه بماء وارشه رش على النباتات، واحط صابون داخلهم عشان الصابون هذا يقوم يصير يثبت المبيد على الورقه فيروح العنكبوت منها. الشيء الثاني ان انا استعمل هذا ممتاز صراحه، يقضي على البيض الموجود بالاوراق مال اللي هي العنكبوت، يقضي عليه روحه مره واحده. او ان انا استخدم الكبريت، والكبريت يعني من يبي يقوم ياخذ ياكل زراعه وهو كله كيماوي ياخذه، افضل ما يعني ما ياخذه، يعني هذه اسوء الحالات انك تاخذ مبيد الكبريت، يروح كل شيء طبعا، لكن بالنهايه ما راح يطلع لك طبيعي. اذا استخدمت هذا طبيعي وعندك اللي هو من البيت طبيعي احسن من ممكنهم. وصلنا للختام، اتمنى اي واحد استفاد من هذه المعلومات يطبق ويشتري فراوله ويسويها، والله يوفقه وياكم انتاج طيب. وفي الختام اتمنى تكون استفدتوا من هذه الحلقه، ولا تنسون الاشتراك واللايك، واي استفسار او اضافه معلومه تلقونها في الانستغرام عندي. يعطيكم العافية. والكالسيوم يعطيني نمو جذري وايد. والشيء الثاني عندي بعض الأوراق، يعني عندي يا وردة ضمها العاشق بكامل. في هذه الحلقة راح نتكلم شلون في هذه الحلقة هذا من عظيم الشان. أنا في روضتك نبضي فيك ترنم.